هجن الرئاسة التاسعة. شكرا لهذه المؤسسة العملاقة على الدعم الكبير والاهتمام بهذه النوعيات الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من ميدان الوثب عاصمة الميادين عبر انطلاقة بطولة هجن الرئاسة، انطلاقة موفقة مشاهدينا الكرام مع هذه الانطلاقات لبطولة الوثبة التي تأتي للمرة الثانية مشاهدينا الكرام. انطلق شوطنا الثالث، خصص هذا الشوط للأبكار لسن الحجايج والمسافة الأربعة كيلومتر، وجائزة الشوط سيارة بالانتظار بالإضافة إلى تسعيرة هجن الرئاسة. نذهب باشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، نرى من تتصدر الجولة. انطلق في المقدمة والصدارة والمركز والفايز صالح بن محمد بالسيود الوخيبي من يقدم لنا الفائز. انتقل مباشرة إلى زعفرانة مع المركز الثاني، تعود الملكية لراشد بن سيف بن يريو المنصوري من يقدم لنا زعفرانة، ويتغير مباشرة على الصدارة والمقدمة. الوصول من البحرين، وصلت البحرين ساري بن محمد بن كراز المهيري يقدم لنا البحرين وتأتي مع المركز الثالث اللحظات. رابع المراكز وصلت هنا خطيرة، غانم بن عبد الله بن هميل المزروعي من يقدم لنا خطيرة. القدوم والوصول والانطلاق من شمس مطر بن يمعة بن عيد بن يمعة الفلاسي ومشكور يا بن. وصلت ريماس أحمد بن سيف بن الصغير المنصوري تنضم مع المركز السابع. المركز الثامن القادمة الحذرة، حمود بن راشد بن حمود السهلي من يقدم لنا الحذرة. تاسع قدمت لوجين أحمد بن عوض بن محمد بالكيله العامري من يقدم لنا لوجين مع المركز التاسع. عاشر المراكز من تنضم وتصل، طيف لأحمد بن مبارك بن منيف المنصوري. هكذا النداء الأول، أكملنا كاملا مكمل مع هذا الشوط الذي مشاهدينا الكرام لا يقل أهمية، ملي بالشعارات ملي بالأسامي التي صالت وجالت في شتى الميادين. نعود للصدارة، نعود للمقدمة للمركز الأول. من تسيطر مع البداية هنا زعفرانة في مقدمة الشوط، الكيلو ونصف الكيلو الذي يفصلنا عن ناموس هذا الشوط. المقدمة زعفرانة راشد بن سيف بن يريو المنصوري من يقدم لنا زعفرانة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني تليها مباشرة الفائزة باحثة عن الفوز صالح بن محمد بالسيود الوهيبي من يقدم لنا الفائزة. المركز الثالث من تتقدم مشاهدينا الكرام هنا ترافق الانطلاق والمسار من تصل مع المركز الثالث. أرى القدوم غيرت مباشرة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات من تتقدم بهذا المسار اللي هي مرمرة. مرمرة محمد بن مبارك برويس الاكتبي أول إذاعة لمرمرة تنضم مع المركز الثاني. الكيلو متر الأخير، لا بعد كيلو إلا الناموس الحذرة حمود بن راشد بن حمود السهلي وصلت في هذه اللحظات. انطلقت هنا لوجين أحمد بن عوض بالكيل العامري، الأسامي بدأت تنطلق في هذا الميدان يا سلام. وفي هذا الشوط السيارة بالانتظار لمن الفوز لمن الناموس لمن الانتصار. المقدمة زعفرانة ما زالت مسيطرة مع مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، ها هو الإبداع. انطلقت ومشكور يا بن عفصان، مشكور يا هادف يا بن عفصان المنصوري على هذا الإبداع. غادرت بالسيارة زعفرانة، الاسم على مسمى ولكن هنا دير البال يا زعفرانة دير البال. وصل الفهيد المري، وصلت الشامخة، الشامخة باحثة عن الشموخ، الشامخة مع المركز الثاني. تعود الملكية محسن بن عبيد بن راشد الفهيد المري يا سلام. الشامخة وزعفرانة، زعفرانة والشامخة، تسللت الشامخة انطلقت الشامسة ولكن هنا القدوم والوصول مع المركز الثالث. طيف أحمد بن مبارك بن منيف المنصوري وصلت طيف يا سلام. طيف الشامخة زعفرانة، زعفرانة الشامخة، طيف زعفرانة الشامخة. الشامخة تبحث عن شموخ العلا، عن شموخ السيارة، عن شموخ الناموس. الفوز الانتصار ألف هيدة ما زال مسيطر. تهانينا والناموس لك يا بن العيران على هذا الفوز والإبداع والانتصار. أم حسن بن عبيد بن راشد الفهيد المري.
المركز الثاني زعفران راشد بن سيب بن ريو المنصوري، وثالث المراكز طيف احمد بن مبارك بن منيف المنصوري، رابع المراكز الشاهينيه علي بن محمد بن مسفر على افطح اليامي، خامس المراكز كان من نصيب الشفاء تعود الملكيه طالب الراشد بن محمد بن شليم البري. نذهب للتوقيت الزمني للشامخه 5:53 سبعا من الاجزاء. تهانينا والناموس لملك الشامخه محسن بن عبيد بن راشد الفهيد المري على هذا الفوز والانتصار من احتله المركز الثاني زعفران. التهانينا والناموس لمالك راشد بن سيف بن ريو المنصوري، قطعت المسافه في زمن وقدره 5:53 تسعا من الاجزاء. تهانينا والناموس. اما المركز الثالث من وصلت طيف احمد بن مبارك بن منيف المنصوري، التوقيت الزمني 5:54 ثلاثا من الاجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله.